اللزازة دي الحوار ده ما قابلتكيش انا ليه من زمان. اول ما بيدخلوا مكان بيملوه كده بهجة وحيوية ونشاط. نسيتني اوان تعب الايام. الموهوب جدا محمد الشرنوبي. عايزك تفتكري كويس مين اللي هيوصلك للقمة. ابويا وانا صغير كان بيديني الكلام اللي بيلحنه وبيخليني الحنه تاني. انا على ابن عمي. انا مش عارف الحوار ده. ايام المدرسه كانوا متهزرش. اللي ما بيحكيش في سيرتي مهما تتكلم عليكي خدتي مني ذكريات. قدام الناس يا محمد. انا احب كده. ابويا سمعني اغنيه ملحنها وما عجبتنيش واتكسفت اقولها. بتونس بيك وانت معايا. تعرف تقلد محمد عدويه؟ يا غرامي. ذكرى ممكن تقلدها ازاي؟ لساني هي هي. كل شويه بيفاجئنا. دايما مع وضد. عمرها ما كانت حاجه عيب. انا ماليش دعوه انا رايحه بس. موهبته اكبر بكتير من اي عقبات كانت موجوده في الفتره اللي فاتت. كنت بستنى الويكند اللي هروح بقى فيه عند ابويا وهعرف اسهر. تحيه كبيره جدا للموسيقار فاروق الشرنوبي. انا كده بيه كله.